الزف اللون. أهلا وسهلا بكم في حلقة استثنائية عن تاريخ الأمازيغ، حلقة تعنى بشخصية سليمان باشا البروني، وهي شخصية لم يتم التطرق لها كثيرا، وإن تطرق لها لم تعطى حقها في نظري. كتبت عنه عدة مؤلفات كل في مجاله، فنجد من تناول البروني الصحفي، من تناول البروني من الجانب الأدبي الشعري والنثري، وهناك من اهتم به كمؤرخ وفقيه. هناك طبعا أغلب ما تحدث عنه كالبروني كمجاهد ورجل دولة، وكلها الحقيقة تحق التنويه طبعا، لأن هذه الأشياء كلها هي فعلا البروني، وإن كان جانب من جوابها. الكل محق والكل تناول جانب من شخصيته جدا متميزة في تاريخنا الليبي. فهو بدون شك رجل دولة بامتياز، وهو عالم وفقيه ورحالة ومجاهد وإلى آخره، ولن ننصفه فيما أقوله هنا في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة، ولكن فقط بمناسبة صدور برنامج الزعيمان وما يوجد من لغط، لأن فعلا أنا أحس بالأسف في آن واحد من هؤلاء الشباب الذين لا يعرفون تاريخ بلدهم ولا يعرفون الشخصيات الوطنية، فيتخبطون يمنة ويسرى ولا يعرفون إلا ما لقنوا في العهد الماضي، عهد الدكتاتوري، عهد القذافي إلى آخره، فلا يعرفون الشيء الكثير عن البروني. هنا مهمتي أن أشرح لكم، ضربت الميكروفون أكيد الصوت مدهر، معذرة، فقط أريد أن أتحدث عن البروني في الفترة الزمنية التي عاشها والأشياء التي قدمها لنا في تلك الفترة التي عاشها. ربما حري بي أن أتحدث عن أو أبدأ بقصيدة قالها في العدد الأول من جريدة الأسد الإسلامي، ونشرها في ديوانه من بعد. يقول في هذه القصيدة، يودع فيها طرابلس الغرب، هذا كان سنة 1907. طرابلس الغرب كانت هي الولاية العثمانية التي يعيش فيها، لم تكن هناك دولة اسمها ليبيا كما نعرفها اليوم، ولم تكن طرابلس الغرب مستقلة، بل كانت جزء من الدولة العلية العثمانية آنذاك. وكان يقول في هذه القصيدة ما يتمناه لوطنه العزيز. 1907، فكروا معي، 1907، وأنجز الأشياء هذه كلها حقيقة في الفترة التي كان فيها والي أو كان فيها كوماندان أو كان فيها أشياء، هذه أنجز الكثير منها. على أي حال، شنو يقول في هذه القصيدة وشنو هو المهم في هذه القصيدة؟ هو قالها لما هو مودع لطرابلس، لأن العثمانيين بعد يعني ما سجنوا، بعد ما شفتوا هذا كله في البرنامج الرائع الزعيمان، تكلم طبعا نفي إلى مصر، و 1907 فقال فيها قصيدة رائعة، يقول: وداعا يا ديار العز حتى أعود إليك في أهنى نهاري، إذا ما نحو قطرك مد خط حديدي إلى تلك القفار. خط حديدي سنة 1907. على فكرة، الأكثر ناس يحسبوا الخط الحديدي بنوه الإيطاليين، ولكن الحقيقة أن العثمانيين بدأوا فيه خط السكة الحديدية الوصل للميناء في بنغازي، بني في العهد العثماني كاملا، والخط الذي في طرابلس بني جزء منه وبدع فيه في العهد العثماني ثم أكمله الإيطاليين. بعدين شنو يقول؟ ونور الكهرباء أتاك يسعى، وقيل الماء في البيداء جاري. الكهرباء لم توصل في ليبيا إلا في العهد الإيطالي سنة 1900، وأظني في الأحياء الإيطالية فقط 1934 إن لم تخني الذاكرة، ولكن سأعود إليه في الحلقة القادمة لما أتأكد من التواريخ، و 34 أو حاجة زي هذه. على أي حال، وقيل الماء في البيداء جاري، ونور الكهرباء أتيك يسعى، وقيل الماء في البيداء جاري. هذه الأشياء يتمناها يبنيها في إقليم طرابلس. وطهرت العيون وقام حزب بمعدنك النفيس وبالآثار، وشيدت مدارس، يريد أن يعلم ناسه، وشيدت مدارس واستقامت رجالك واكتسبت ثوب الفخار، وخاطب فيك بالتليفون خل يريد البحث عن حال التجار. تليفونة 1907، وحررت الجرائد واستعدت مطابعها إلى نشر القرار، يعني يرى في الصحافة تنشر القرار والهدوء وتنشر المعرفة عند الناس، ورقيت المصانع واستفاقت شبيبتك الحليفة للديار، وجاب الشهم منها الأرض علما وخاض بحزمه لج البحار، وجار في السياسة من أوروبا رجال زاحموا قرب المداري. يعني يريد كل هذا لوطنه 1907، قبل الاحتلال الإيطالي، قبل كل هذا.
وأبدى الكد مخترعا مجدا يحز يجر النفع من تحت الستار. هناك تكون يا وطن المعالي عزيز غزير العلم مجتمع النضار. يسود المرء فيك ينال عزا يحوز الأمن يطمع بانتصاري. للأسف لم يحدث هذا كله، حدث إلى فترة الاستقلال ثم حدث الانتكاسة بعد العهد الديكتاتوري الماضي، والذي نراه الآن من جهلهم بحتى شخصية البارون وبتاريخ أجدادهم هو نتيجة الجهل. الجهل، والله لن تقولوا لنا قائمة حتى تعترفوا بجهلكم بأنكم جهلتم في عصر القذافي فترة طويلة. كلنا نالنا هذا الجهل، وللأسف الشديد ما يقوم به الأستاذ المخرج الرائع الشاب المبدع أسامة رزق الآن هو إعادة الاعتبار لبعض هذه الشخصيات. برنامج زعيمان هو برنامج تليفوني درامي لا أكثر لا أقل، لا نعطيه أكثر من حجمه، ولكن خطوة في الطريق الصحيح للتعريف بالشخصية الوطنية الليبية وإعادة التلييب وإعادة الاهتمام بالشخصية الوطنية الليبية. ماذا يقول؟ اسمعوا جيدا، وهذا ينطبق على اليوم كما انطبق سنة 1907. ألا يا قوم قد نمتم طويلا وهممتم بالجهالة في البراري. ألا يا قوم قد نمتم طويلا وهممتم بالجهالة في البراري، فهل من يقظة تشفي غليلا وتمحو ما استوى من سحب عار. فهموا واصدقوا فالصدق فيكم عريق واحفظوا حق الديار. وإلا فالوداع وكل قطر به الإسلام يصلح للقرار. هنا يفصح عن شخصيته الإسلامية، وهني لازم نتكلم على قضية مهمة جدا، أن ظروف هذه القصيدة كان العالم الإسلامي كله بعضه يرزق تحت الاستعمار، وبعضه يأتي الاستعمار يخطط للقضاء على جزء منه أو للانقضاض على جزء منه. ف ليس البروني فحسب، فشخصيات إسلامية كثيرة جدا في العالم الإسلامي كانت تنادي بالعودة إلى الإسلام والعودة إلى الخلافة الإسلامية. بعضهم رأى أن الحفاظ على الخلافة الإسلامية المتمثلة في العثمانيين وإن كان فيها الضرر كثير، البروني نفسه كان قد تضرر من العثمانيين، ولكن رأى أن فيها أقل المفسدتين وهي مفسدة الاستعمار الإيطالي، فرأى أن إحنا ما زلنا نستطيع المحافظة والحفاظ على الدولة العثمانية ومن خلالها نحارب الاستعمار. وهذه القضية طبعا في لخص فيها ما يتمناه لوطنه، وفيها سيرته الذاتية وإنجازاته لهذا الوطن المكلوم الأقليم الطرابلسي، وما كان تمناه له من رفعة ومكانة. وداعا يا ديار العز حتى أعود إليك في أهنى نهاري. أتساءل اليوم هل أصبح الهناء في هذه الديار الإقليم الطرابلسي أو غيره من الدولة الليبية؟ مطلع القصيدة يودع فيها كما ذكرت وداعا يا ديار العز، طبعا بسبب ملاحقة العثمانيين له بتهم ملفقة بأنه يريد الاستقلال بجبل نفوسة وتكوين دولة إباضية رستمية وغيرها، يعني كلام ما ليش معنى، وهذا كله ذكر طبعا في الحلقة الرابعة والخامسة من برامج الزعيمة وبدقة. طبعا هم وإن كانت هناك وشاية حقيقة، وإن كان ظاهرها أن العثمانيين في البرنامج الزعيمان لم يتطرق لها، ولكن هناك وشاية من إقليم طرابلس ضده. ودائما طبعا أقرب الناس إليك هم اللي ما يشون فيك وما يفعلون فيك ما يفعلون، وإن كان ظاهرها أن العثمانيين أنفسهم فتشوا البضائع والآخره. على أي حال هذه أشياء بسيطة لا تحتاج الحديث. وحاجة تانية نبي سامحوني، والله ما أردت انتقاد البرنامج، برنامج رائع في عمومه، وأنا أشد على يديكم جميعا وأدعو الجميع أن يتابع هذا البرنامج، ولكن فقط أريد أن أنبه أن الخط الذي يكتب به الباروني في البرنامج ليس خط الباروني. الباروني عنده خط رائع جدا من يتتبع كتاباته. الباروني كان يتقن خط الرقعة بشكل جميل جدا، الخط الفارسي إلى آخره، وكان بدون شك الباروني رجل دولة بدون شك، إنسان متعلم بدون شك، إنسان محنك، تركنا المؤلفات. هل نستطيع أن نقول هذا عن كثير من المجاهدين من ضمن عمر المختار وغيره؟ لم يتركوا لنا مؤلفات، لم يكونوا رجال دولة، كانوا مجاهدين ويستحقوا التكريم والتنويه لنا، ولكن الباروني كان أكثر من هذا بكثير، كان مجاهدا وعلى هذا كان كذلك رجل دولة، كان فقيه، كان متعلم، جاب البحار، سافر لدول كثيرة جدا
جدا. تسمحوا لي بنوري لكم حاجة ربما يعني، تسمحوا لي دقيقة بس، من مقتنيات مؤسستنا. سامحوني، شوفوا الكاميرا هذه، هذه الكاميرا من إنجاز مؤسسة شركة كوداك في نيويورك. الباروني كان يمتلك هذه الكاميرا، نعم هذه الكاميرا كان يمتلكها الباروني وكان يصور بنفسه. سامحوني أنا خرجت من الموضوع، بس خلينا نبين حجم هذه الشخصية اللي يتحدث عنها هذا البرنامج. 1907 الباروني كان عنده هذه الكاميرا، كان يصور كل الأحداث الكبرى اللي عاصرها، الكثير من الصور وصلتنا والقليل منها ضاع. هو من صور هذه الصور الباروني، هذه زردة متاع شاهي، وهذه هو والخادم متاعه. يا ناس هذه الكاميرا طبعا مش هي نفسها، علاش؟ لأن الكاميرا هذه خطوا لوه، ما كنتش تاخذ فيلم خاص بيك في الكاميرا هذه، كنت تاخذ الكاميرا من شركة كوداك وتعاود تبعه وكيلها طبعا في أوروبا أو في غيرها، حتى تونس كان فيها وكيل، تصور الصور متاعك تبعها للوكيل في تونس، يبعث لك الصور متحمضة أو مطبوعة عفوا، ويبعث لك كذلك كاميرا في مكانها جديدة فيها الفيلم وتعاود تصور من جديد إلى آخره. فهذه الكاميرا جابت شخصيات كثيرة من ضمنها الباروني، وأعيدت إلى الوكيل وأعيدت لنا إلى آخره. فنحن مؤسسة أوال تملك نفس الكاميرا بالضبط التي استخدمها سليم عمان باشا الباروني، ونملك عدد كبير من الصور على فكرة، وأشياء كثيرة كان الباروني يملكها من ضمنها نظاراته إلى آخره. إذن بس هنا في العجالة هذه حبيت نبين أن البرنامج هذا برنامج رائع جدا. أشكر قضاة السلام، أشكر كذلك برنامج زعيمان. لدينا ملاحظات كثيرة في الحقيقة عن البرنامج، ولكن في عمومه البرنامج رائع جدا، ويصوّد ضوء على شخصية وطنية مهمة جدا. ونشكر كذلك القائمين على الكتابة والمراجعة وإلى آخره، فهناك دقة تاريخية وتحري للحقيقة التاريخية كثيرة جدا. أشكركم، إلى حلقة أخرى نتحدث فيها عن سليمان باشا البارون، الذي في نظري لم يتناوله أي شخص بمن كان الباروني. وتخيلوا معي كما ذكرت، حطوها في العصر اللي كان عايش فيه. طرابلس كان إقليم طرابلس يتبع الدولة العليا العثمانية، إقليم برقة وإقليم فزان كذلك. لم يكن هناك استعمار، لم تكن هناك دولة ليبية، وكان الباروني يمثل الدولة العليا العثمانية في ليبيا، وهو ليبي من جبل نفوسة من مدينة كاباو، وولد في جاد، وعاش وأسس دولته في يفرن، وجاهد في طرابلس وفي مصراتة، وقدم الدولة طبعا زي ما نعرفه في مسلاتة لما أسس الجمهورية الطرابلسية، وهي فخر لنا جميعا، أول جمهورية في العالم الإسلامي أو من أول جمهوريات في العالم الإسلامي. كذلك كان عليه في حرف العلاقة جيت نكلمكم حاجة أهل عن الباروني، ونتكلم إن شاء الله بإسهاب عنه. شكرا.